عم نعيش اليوم بعالم عم بيتطور بسرعة وبمنطقة عم تتأثر بضغوطات اجتماعية وسياسية، بس بنك عودة ورأس ماله البشري بقيوا يطوروا ظروف الناس وأحوالهم. ببنك عودة اندفاعنا أساس دعم الأفراد والشركات لتكبر قدرتهم ويكون عندهم ثقة بطاقاتهم ويلاقوا الدعم لمستقبل أفضل. جاء لعنا بنك عودة وقعد مع كل واحد منا وهيك قدر يعرف شو التحديات اللي عم نواجهها بشغلنا. بلشت شراكتنا مع سوق الطيب حتى ندعم هالمنتجين ونساعدهم يطوروا شغلهم ويحققوا طموحاتهم. ساعدنا بنك عودة تندير حساباتنا ونسوق منتجاتنا وحتى نصدرها كمان. نظمنا لهم دورات تدريبية واعطيناهم حلول مصرفية ليبلشوا علاقة مع المصارف. كنا بنعتقد انه البنوك الكبيرة ما بتقبل تتعامل مع منتجين اشغالهم صغيرة مثلنا، بس بنك عودة غير لنا هالمفهوم لانه ايمن بقدراتنا وساعدنا تنطور مشاريعنا ونلبي طموحاتنا. بال 2018 شاركنا مع انجاز ببرنامج اموالي مستقبلي يلي كان بنك عودة الراعي الرسمي له. غطى البرنامج 450 تلميذ وهو بيحكي عن محو الأمية المالية من خلال ألعاب تعليمية وتثقيفية. كان هيدا المشهد اللي اي تي سي ان هو برنامج تدريبي مخصص للجسم التمريضي بيهدف لتجنب الموت غير الضروري والإعاقة الدائمة والمؤقتة بالفترة الذهبية للإنقاذ. وزارة الصحة بتدعي لاعتماده بالمستشفيات وغرف الطوارئ. دربت جمعية روز فور لايف 1615 رسول إنقاذ، 150 ممرض وممرضة من أكثر من 90 مستشفى حكومي وخاص على كل الأراضي اللبنانية. وما كان بالإمكان تحقيق هالإنجاز لولا مساهمة بنك عودي. بتبرع بنك عودي بالعلب والسدات البلاستيك، بالنفايات الإلكترونية، بالكتب المدرسية وبالتيب اللي بيجمعوها الموظفين لان جي اوز مختلفة لإعادة تدويرها. حبس فكرة انه المحل اللي بتواجد فيه اكبر وقت في تشجيع للريسايكلينج وتسهيل لهالموضوع. بنك عودة من خلال دوره بتأمين تمويل اول مشاريع ويند فارمز بلبنان وبمنطقة عكار لعب دور رئيسي بتأسيس اول عقد شراء طاقة بين القطاع الخاص والدولة اللبنانية لمدة 20 سنة حسب شروط التمويل الدولية. تنقى بنك عودة كسفير لبنان للطاقة لسنة 2018. وهالمشاريع رح تجذب مصادر تمويل مهمة للبنان، رح يكون عندها تأثير إيجابي على الاقتصاد، خلق فرص العمل، تخفيف من مستوى التلوث، ورح تساعد الدولة بتحقيق هدفها لإنتاج 12% من الطاقة المتجددة لل 2020 و30% لل 2030 من مجمل الطاقة.